الجهاز اللي بيفيب بيعتمد على راديو فريكوانسي بروب لكل سيدة بنحطه من خط الأول الجلسة العلاجية اللي بتتم بعيادة الدكتور من غير تخدير من غير آلام مرة واحدة بالسنة. هذا الجزء اللي شايفينه هون بيروح داخل المهبل بروح ليدعم الأنسجة الحاملة للمثانة في حالة السلس البولي، وبنفس الوقت بيشد العضلات الدائرية عند مدخل المهبل اللي هي بتتأثر بشكل أساسي أثناء الحمل أو أثناء الولادة. جلسة واحدة بدون ألم 20 دقيقة بعيادة الدكتور. أهلا وسهلا فيكم.